السلبية الوحيدة مباراة تشيلسي. هناك العديد من الأندية تطورت مع مرور الوقت، مع الصبر على المدربين، مع الصبر على المشاكل، على الأمور التي تطفح على سطح الإعلام الرياضي الإنجليزي، مثل ما حدث مع أرسنال في فترة من الفترات، نيوكاسل فترة قصيرة وسريعة تسارعت مع إيدي هاو، مع مانشستر سيتي أيضا في فترة من الفترات في ظل غياب غوارديولا عن الساحة أو تصدر المشهد على مستوى البريمير ليج. الآن مع تنهاج الوضع مختلف، لأن مر على مستوى إدارة النادي، الاستثمار في النادي، خروج لاعبين مهمين مثل كريستيانو رونالدو، ولا زال الفريق في مراكز تعتبر مميزة. أنا مع دعم المدرب عبازيس. اليونايتد غير مدربين، حاجة اتغيرت؟ لا، مين اللي كان ثابت؟ اللاعبين. اوعى تخلي اللعيبة تدير النادي، خلي المدرب وتديله الثقة الكامة والدعم التام عشان تلاقي بعد كده في الأخير، وحاسبه في نهاية كل موسم. أولا تنهج منها إلا كأس الرابطة، هو موجود في كأس الاتحاد، هيتحول بعد كده لأوروبا ليج، هينافس عليها لأن السكواد الحالي والخبرات الحالية ممكن تخليه يتيح له أنه ينافس على أوروبا ليج. في الدوري هل خسر حاجة لسه في الدوري؟ لا، بعد الآن يؤدي المطلوب. لو كسب النهاردة عبد العزيز هيبقى تساوي نفس النقاط مع السيتي، صحيح. فلازم يبقى دعم المدرب. أنت قلت على حتة الالتزام، اللعيبة اللي زي جرناتشو وأنتوني ومارسيال وراشفورد لازم مدرب بالعصاية. والله العظيم اللعيبة دي دلوعين قوي، دلوعات، فلازم مدرب يبقى فيه ملتزم، يعلمه الانضباط والالتزام كويس. وصغار في السن والحياة تغيرت، وهناك وسائل تواصل اجتماعي والعديد من الأمور. شفت تعامل جراناتشو في 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 التسخين من المباراة. اللعيبة اللي زي دي، النوعية اللي زي دي، المدرب لازم يبقى على طول وراهم ويعلمه الالتزام والانضباط خارج وداخل الملعب، لأن اللعيبة دي لازم تحس بمسؤولية النادي وقيمة واسم النادي، فلازم تدعم المدرب. في بعض الصحافة يقول لك إقالة تنهاج. إقالة تنهاج إيه؟ فين اللي زي تنهاج الحالي في بره النادي عشان تجيبه يقود المجموعة من اللاعبين الموجودين والظروف المحيطة؟ غير كده بعد كده يقول لك إيه؟ أصل في مستثمر هيجي ياخد 15% أو 25% من قيمة النادي وهيدير النادي. الأمريكان هيسيبوا واحد ياخد 25% من قيمة النادي واستثمارات النادي ويدير؟ ده استهبال. انتظر هذا اللقاء لمانشستر يونايتد.